عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بكلكم بخير، ومرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي. اليوم إن شاء الله الثالث نهار في شهر رمضان. اليوم حبيت نشارك معاكم إدبارة عشية كاملة كما تراو، ما شاء الله إتويولة متنوعة من كل شيء، وحبيت نشارك معاكم أفكار هكي نجم نعطيكم أفكار شنو ما الحاجات اللي تنجموا تحضروهم. أول حاجة الطبق الرئيسي كما تراو عملت نواصر تونسية بالعلوج، وزيدا عملت معاهم سلطة أم كحورية كما تراو، حوايج سهلة مالة وزيد بنينة برشا ومع طريقة التقديم زادة. ومش هكاكا وكهو، حبيت الليلة نبدل الملصوقة، ما عملتش يعني إبريك، ما نبعد شوية على المقل، يعني مش كل ليلة والكل بدلت، عملت باتي محشي بالدجاج. أتنوريكم أكيد الطريقة الكل بالتفصيل. وأكيد كيف نقوله طولت رمضان نقوله الشربة، الليلة عملت هكاية حاجة مختلفة، عملت حليل بالخضرة والدجاج، أحويجة بكلها منافع بكلها خضر اشفع ونفع. وأكيد ما ننساوش الدسير زادة، الليلة عملت سلطة غلة عملتها بالفريز أكاهو، أحويجة هكاية للسهرية ما فيها باس. كمل زادة زينت الطاولة متاعي بالبقلاوة التركية اللي سبق وحضرتها معاكم. يلا تو تابعوني للأخر باش نوريكم طريقة التحضير. وأكيد كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بارش جامد، واللي أول مرة تشوف قناتي تضغط على الجرس باش يوصلها كل جديدي. اول حاجه بسم الله باش نبدا نحضر الشوربه نتاعي. باش نحضر الشوربه اول حاجه في كسرونه حطيت شويه زيت، وباش نحط السهمات نتاع الدجاج. بالنسبه للدجاج حطيت زوز زدورات هكا صغار وجناح، يعني ما كثرتش الدجاج بالنسبه للشوربه، يعني تجي حتى بسهم برك. كمل ضفت عليها راس كبير نتاع بصل، قصيته قطع صغيرات بالطريقه هذه، نخلي الدجاج نتاعي يتقلى شويه في الزيت. وباش نفوح مغرفه صغيره كركم، مغرفه كبيره نتاع تابل، مغرفه صغيره فلفل اكحل، ومغرفه صغيره نتاع ملح، والفلفل الاحمر انتوما والحروريه اللي تحبوا عليها، تحبوا برشا تحبوا شويه كيما تحبوا انتوما. نخلي الدجاج نتاعي يتقلى شويه في الزيت، وكمل ضفت عليهم يعني كعبه كبيره طماطم قصيتها قطع صغيرات. باش نكمل زاده نحط الطماطم المعجونه. بالنسبه ليا اني حطيت زوز مغارف كبار، الشوربه يعني نحب نطيبها نتاع ليلتين والكل، كثرت شويه كيما الطماطم ام كل شيء كثرت شويه، الشوربه هذه بقدره ربي نتاع ليلتين مش نتاع ليله برك. نبقى هكاك نقلي في الطماطم شويه في الزيت، نتبعها بالماء كل مره هكاكا، نحط لها شويه ماء ونقليها والكل باش تتنحى القروصيه نتاعها. وتو هنيا باش نبدا نضيف الخضره اللي باش نحطها في وسط الشربه نتاعي. حطيت الحمص وحطيت الجلبان. الحمص راهو نص طياب، طيبته ديجا واحد ونص طياب على خاطر الحمص راسه صحيح شويه ما يتيبش فيسع فيسع. وكملت ضفت زاده اسفناريا، خذيت ثلاثه روس اسفناريا قصيتهم بالطريقه هذيك وحطيتهم، ومرقت الشربه نتاعي حطيت بالضبط إيترا ونص ماء، يترونس يعني كاملين. وكملت حطيت لهنا شويه معدنوس مقصوص وشويه سبناخ، تنجموا تعوضوها بالسلق السبناخ كيف كيف، يعني تحبوا تحطوا سلق تحبوا سبناخ، الخضار الكل نافعه والكل. واخر حاجه الثوم كما تراو، اول ما هزت غلوه الشربه نتاعي حطيت الثوم. الثوم ما تحطوش من الاول، ما تحطوش في التقليه باش ما يسيبش الريحه الخايبه والكل، كيف يتقلى الثوم يولي خايب في الشربه، نحطوه في الاخر كما تراو هكايه، ونغطيه على الكسرونه نتاعي ونخلي الشربه نتاعي تطيب فعقلها. وتو في الوقت اللي الشربه نتاعي قاعده تطيب باش نتعدى نحضر نواصر نتاع العلوج هوني في الطنجره يعني نتاع الكسكاس. باش نحط كيما العاده شويه زيت ونحط الحمات نتاعي يتقلاو، نخليهم يتقلاو كيك في الزيت شويه وحدهم، يتبدل اللون نتاعهم ياخذوا كل لون هكايا نتاع الزيت كيما تراو، نجمرهم هكايا شويه. وبعد نضيف عليهم راس بصل كبير، بصل بالنسبه لي نحط راس كامل هكايا، نشقه من الفوق هكاك زوز شقوق، وبعد نحطه هكايا كان تحبوا تزينوا بيه في الاخر، والا يعني يسيب الفيحه وكهو، يعني ما نشقوش البصل، وانتم لكم الاختيار كيفاش يعني مستنسين تطيبوا. كما تراو نخلي اكل الحمات نتاعي يتقلاو شويه في الزيت، وبعد باش نتعدى نفوح اللحم نتاعي. بالنسبه للفواح راهو اللحم باش نفوحه الطريقه نتاعي يعني والكل، نحط مغرفه صغيره نتاع كركم، مغرفه صغيره نتاع فلفل اكحل، مغرفه كبيره نتاع ملح، ومغرفه كبيره نتاع فلفل احمر، اربعه انواع نتاع فواح اكهو. ما نحطوش لي يعني لا تابل لا كروية،
شويه لا شيء هكاك باش ريحه اللحم تبقى هكايا ظاهره والكل. وكان تحبوا في الاخر نزيد هكايا مغرفه صغيره نتاع هروس باش يجينا هكايا النواصر نتاعنا تجينا يعني محرحره وتجينا موزوزه والكل. نبقى هكاكا نقلي في اللحم نتاعي ندخل فيه اكل فواح والكل. وبعد ما يبقى لي كمش نضيف الطماطم، الطماطم المعجونه هذه حطيت 3 مغارف كبار، 3 مغارف حبيت نواصل جيني هكايا مشخشخه وجيني حمراء والكل. كثرت شويه من الطماطم ونبقى نقلي في الطماطم نتاعي كل مره نتبعها شويه بالماء لين تتنحى اكل قروسيه نتاعها والكل. وتو في الاخر بعد ما تاكدت اكل الطماطم يعني بقات تتقلى مليح مليح باش نمرق المرقه نتاعي كما تراو هنا. بالنسبه للماء عينكم ميزانكم، اني طنجره هذيك باش نخليها يعني ناقصه شويه كما تراو هكايا على خاطر ان تتطلب يعني شويه بزايد ماء النواصر باش نسقيه يعني بعد النواصر نتاعنا باش تتطلب باش نسقيها مره واثنين. وتو في الوقت ديجا اللي صلصه نتاعي خليتها باش تبقى تغلي باش نتعدى نوريكم النواصر هكايا. حطيت 3 كيس ونص كبار، كل كيس يعني بصحن نقيسوا هكاكا يعني على حسب العائله نتاعكم. وكمل ضفت عليهم زوز مغارف كبار نتاع زيت، نحل هكاك شويه في الزيت باش تجينا يعني بعد فاركه كعبه بكعبه والكل. وكمل ضفت عليهم مغرفه صغيره نتاع ملح وشويه هكاكا كركم، نرش عليها شويه كركم ونخلط اكنواصر نتاعي هكايا نحلها في الفواح وفي الزيت والكل. وبعد نرجع للطنجره نتاعي اول هكايا ما تهز غلوه باش نحط لها الخضر. بالنسبه للخضره انتم وكيفاش تحبوا يعني انا حطيت سفناريا وحطيت بطاطا، الصغار يحبوا البطاطا والكل. وانتم تنجموا تحطوا يعني قراع، تنجموا تحطوا قراع اخضر يعني اي حاجه تحبوا عليها. وحطيت الكسكاس متاعي اول ما يبدا يغلي اكل مرق والكل نحط النواصر متاعي تتفور ونحطها من الاول يعني مع غلو المرقه نحط النواصر متاعنا تطيب، نغطي عليها اكيد هكاكا يعاوني يعني باش اكل النواصر تطيب فيسع فيسع. وبعد ما خليتها بالضبط 15 دقيقه النواصر متاعي تتفور رجعتها في الصحفه متاعها هذيك وباش نسقاها يعني التسقيه الاولانيه باش نصب عليها 3 لوشات كبار متاع مرق. نخلط يعني اكل النواصر متاعي هكاك في المرق نخليها تشرب شويه يعني يلزمها تشرب اكل المرق اللي نصبوا فيها الكل. وبعد كيف العاده نرجعوا يعني في الكسكاس ونرجعها تتفور مره اخرى. وهونيا النواصر متاعي بعد ما شربت اكل مرق الكل كما تراو هكايا باش نرجعها للكسكاس نرجعها تتفور ونغطي عليها. وبالنسبه للمرق كان قصلكم المرق من اللحم يعني تزيدوا شويه على خاطر اللحم العلوش يطلب بزايد تياب والكل تتفقدوا كيف ينقصلكم هكايا تزيدوا شويه بالكاس هكاكا اتبعوا انتم اكيد عينكم ميزانكم. وهذه المرة الثانية بعد زادة 15 دقيقة بالضبط هبطت الكسكاس متاعي. المرة هذه ما نصلبهاش يعني في الصحفة طول طول هكاية في الكسكاس متاعها باش نزيد نسقها شوية بالمرق. حطيت عليها 3 لوشات كيف كيف نعاود يعني نخلطها شوية بالمغرفة تشرب شوية اكل مرق متاعها. وبعد نرجعها تتفور اخر مرة هذه يعني الكل في الكل تسقيها مرتين بقدرة ربي الطيب. راهي النواصر ما تطلبش يعني برشا طياب والكل هي طرية يعني والكل جيست نسقها مرتين ونرجع النواصر متاعي تطيب في عقلها. وكما قلت لكم كان المرق متاعكم انقص لكم الماء تزيدوه. وتو باش نتعدى نوريكم طريقتي في تحضير سلطة أم كحورية. السلطة هذه سهلة ماهلة، تاخذوا كمية السفناريا، بالنسبة لي أنا خذيت رطل متاع السفناريا كما تراو قصيته قطع صغيرات كما هكا باش نحطهم في كسرونة نضيف عليهم شوية ماء ونحط عليهم شوية ملح. وباش نحط الكسرونة متاعي نهزك السفناريا نخليها تطيب. كان تحبوا يعني تفورها تنجموا تفورها، اما اني راني حبيت هكا نصمتها خفيفي بالدجا يعني الطنجره والكسكاس نتاعي باش نفور اوكيبي والكل. دونك حبيت نصمتها وانتم كيما تحبوا يعني تنجموا تفورها. وهونيا السفناريا متاعي بعد ما طابت بالضبط خليتها سواعي ربع لين شاحت من الماء اللي فيها الكل، خليتها تطيب بالباهي بالباهي وهي سخونه بالوقت كما تراو هكا. حطيتها في صحفه ورفستها بالفرشيطه، نرفسها مليح مليح لين تولي جويده على الاخر يعني نرفسها بالباهي بالباهي تبدا يعني محثر بهكا والكل. وردوا بالكم تخليها تبرد، ما تخليوهاش تبرد وبعد ترفسها هكاك بعد راهي ما عادش تترفس لكم بالباهي وتبقى لكم يابسه والكل. تو كملت ضفت عليها مغرفه كبيره متاع
هريسة عربي. هريسة عربي ديجا مفوحة فيها الثوم والكل، كمل ضفت عليها مغرفة صغيرة متاع كروية. بالنسبة لأمك حورية تتفوح بالكروية، شوية ملح، ردوا بالكم الملح، حطوا شوية بعد ذوقوا يعني كيف تجي وتتعشاو. وباش نكمل نضيف شوية يعني رشة صغيرة هكاية متاع فلفل أكحل في الأخر، نعمل عليها هكاية صبة زيت صغيرة، حكاية زوز مغارف كبار متاع زيت، زيت زيتونة بيان سور. وباش نخلط يعني كل شيء في بعضه، وهذه ديجا أمك حورية أسهل منها ما فماش، سهلة وراهي تجيب لينا على الاخر اكسفناريا مع الهريسه هكا والكل، راهي فاوحه فاوحه. وبعد تحطوا عليها كي صبه زيت زيتونه وتزينها والكل. وحبيت زيدا نوريكم طريقتي في التقديم، بما انها يعني حويجه تونسيه 100% نقدمها في حويجه فخار هكا والكل، تعطي منظر وزيد بالحق بنينه بنينه برشا مع خبز هكا سخون والكل. نودكم ومشاهيكم. كملت زيدا ضفت لها يعني هكا زينتها بالعظام المصموت من الفوق، باش نحط لها شويه تن. ونكمل في الاخر نزينها بالزيتون حسيلو، زينها كما تحبوا تشتهوا، وين تحطوا فيها حويجات هكايا وين تجي ابن خير. وتزين الطاوله على الاخر وزيت بنينه 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 مش نورمال. ديجا يعني عملت كميه صغيره بقدره ربي، نجمو يعني كان فضلي نخلي منها لمن غدوه تصبر حتى 4 أيام في الفريجيدير، ما يجرى لها حتى شيء. وهذه النواصر متاعي بعد ما طابت كما تراو، طابت بالباهي، طابت في حقها، خليتها طابت مع اللحم قد يعني طفيت على الطنجرة متاعي قد يعني النواصر واللحم طابوا فرد وقت، حطيتها تو في الصحفة متاعها. وباش نعمل عليها رشة فلفل أكحل كما تراو، ما شاء الله جات مفركة كعبة بكعبة ماهيش ملكزة والكل. نعمل عليها رشة صغيرة متاع فلفل أكحل، وبعد نثري النواصر متاعي نصبوا فيها أكل مرق الكل، نحاولوا نشخشخها يعني والكل هكاكا تجينا ملبية وتجينا مشخشخة والكل. راهو النواصر تطلب يعني مرق بزيد عكس يعني الكسكسي وعكس المعجنات الاخرين كما تراو هكايا. نحاول نشخشخها بالباهي، نخليها تشرب اكل مرق هذاك الكل، نثريها مليح مليح. وفي نفس الوقت نكون سخنت الفرن متاعي على درجة حرارة 200، نخليه يسخن بالباهي بالباهي. وباش نصب النواصر متاعي في بلاتو يعني بتاع الفور والكل، وباش ندخلها تتجمر شوية في الفور وتشرب اكل مرق هذاك الكل كيكا. وهكيكا ديجا تكون النواصر يعني بتاعنا حاضرة، وما يبقى لي بعد كان باش نزينها ونحطها يعني في صحين التقديم. وهذه الطريقة يعني بتاعها سهلة وما فيها حتى شيء. هوني تو بعد ما جمرتها كما تراو كيفاش لونها تبدل هكايا شويه والكل، دوا ما تجمرت يعني من با 10 دقائق مش اكثر، خرجتها من الفور يعني والكل. وباش نحطها في طبيق التقديم، واكيد كما العاده مادام زيد احويجه تونسيه دونك نحطها في حويجه فخار هكايا، كان عندكم الصينيه هكايا والا اي صحين هكايا فخار والكل. ونحط النواصر متاعي ونزين طبق التقديم متاعي. وبالنسبه للزينه زينوا كما تحبوا تشتهوا ديما هكايا سبحان الله في رمضان كيف يبدا هكا يصحين مزين ومقدم في الطاوله والكل، يزيد يعني يحل الشهيه ويزيد الطاوله متاعنا بنا على بنا. وهنيا حبيت نوريكم اكل اللحم ما شاء الله طايب في حقه، طايب يعني ما شاء الله مشيه به هكاك. اني نحب اللحم يبدا طايب برشا ويجينا هكاك ما شاء الله يتاكل يعني ويذوب في الفم والكل. كمل زينت الصحين متاعي، حطيت الخضره السفنارية والبطاطا، ونكمل نحط الحمص. واكيد ما ننساوش في الاخر قرين الفلفل هكايا اللي يزيد يعني الماكله متاعنا ويزيدك توزيزه والكل. وكهو هذه ديجا النواصر متاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربها اكيد. وتو اخر حاجه باش نتعدى نوريكم طريقه تحضير الباتي. بالنسبه للباتي هوني خذيت صدر نتاع دجاج طيبته يعني شويه في الماء، حطيت معاه شويه فواح شويه كركم وفلفل وشويه تابل وملح، فوحته كيكه خليته حكايه دريجان يطيب يعني الدجاج ما يبقاش برشا يطيب، حطيت معاه شويه ماء مش برشا. كيف طاب هكا والكل قصيته قطع صغيرات بالطريقه هذه. سينو راهو الباتي تنجموا تعملوه له حشوه الطن، يعني تنجموا تعملوه بالطن، تنجموا تعملوه بجبونات اكاها، وما تربطوش رواحكم بحاجه معينه بيان سور. كملتك الدجاج بعد ما قصيته، ضفت عليه شويه معدنوس، حطيت هكا شويه معدنوس قصيتها، وكملت حطيت عظمتين كبار مصموتين قصيتهم بالطريقه هذه. وباش نكمل في الاخر نحط جبونات. بالنسبه للجبن كيما تحبوا نتوما، اي حاجه متوفره عندكم في الدار، تحبوا يعني جبن توابع هذايا، تحبوا جبن رابي لكم الاختيار، وشنو حاجه متوفره عندكم وين تحطوا فيه جبن ونيجي ابن والكل. واخر حاجه باش نكمل نلم الخليط متاعي بعظمه كما
كيما تراو حطيت عظمه نيه ما نكثروش العظام، نحطوا عظمه اكهو باش بعد كيف نجيو نحضروا الباتي نتاعنا الحشوم يبداش هكا جاري ويفسد لنا الكعبات نتاعنا. هذا ديجا الخليط ساهل ماهل، وكيما قلت لكم انتم تحطوا يعني اي حاجه متوفره عندكم، ما تربطوش رواحكم بحاجه معينه. وتو اخذت البات فيتي هذه ديجا شريتها حاضره باش نقصها بالطريقه هذه. بالنسبه لي انا حبيت نعملهم كعبات كبار، انتم تحبوا تعملوا كعبات صغيرات، تحبوا تشكلوا كيما تحبوا انتم. اني اللي جي على بالي عملته حبيت كي نعملهم كعبات كبار شويه، يبداو كيف كعبات البريك والكل. كل كعبه نحط فيها الحشو نتاعها ونسكر عليها ونكمل نحضر الكعبات الكل بنفس الطريقه. ما عملتش حاجه سبيسيال ولا زينه هكا معينه، والكل حاجه سامبل تحضر فيسع فيسع لا اكثر ولا اقل. وهذوما كعبات الباتي بتاعي بعد ما كملت حضرتهم الكل. هوني خذيت شوية أصفر متاع عظام خلطتهم على الحليب والكل، وباش ندهن الكعبات بتاعي باش يبداو بعد لونهم ياسر مزيان كيف ندخلوهم للفور. وديجا في نفس الوقت نكون سخنت الفور بتاعي، توا كعبات الباتي طلبوا يعني فور سخون والكل. حبيت هكايا في الأخر نرش عليهم رشة متاع جلجلين، تنجموا تحطوا سينوج زينوا كيما تحبوا وتشتهاو، تنجموا تخليهم سامبل والكل. وفي نفس الوقت باش ندخلهم يتيبوا على درجة حرارة 200، نخليهم يتيبوا هكاكا بين 10-12 دقيقة. ردوا بالكم انتوما حسب الفرن متاعكم وعينكم ميزانكم. وهذوما كعبات الباتي متاعي بعد ما كملت حضرتهم كيما تراو، ما شاء الله حويجة سهلة مهلة تحضر فيسع فيسع، وحويجة بنينة برشا وسورتو الصغار يشيخ عليهم الكل. حطيتهم زادة في طبق التقديم. واخر حاجة باش نتعدى نحضر معاكم سلطة الغلة، نحضروا الديسير يعني نخليوه اخر حاجة. الليلة هكاية حبيت نبدل، حبيت نعمل سلطة متاع فريز. تو ديجا الفريز متوفر يعني اون جينيرال وقته والكل، وزيد ياسر بنين هكاية للسهرية لازم وبكل منافع خاصة للس صغار وحويجه يعني نحبها الناس الكل. قطعت الفريز متاعي بالطريقه هذه بيان سور بعد ما نكون اغسلته بالباهي بالباهي، نغسلوه الفريز برشا مرات. بعد ما كملت قطعت الكميه الكل، كملت فوحته بشويه عطرشيه والا شويه مورد والا زهر، اي حاجه متوفره عندكم هكاك باش تبدا ريحته فاوحه. والفريز مازال هكا متفح ومازال قارش مقارس يعني ماهوش حلو برشا. كملت ضفت عليه زوز مغارف كبار متاع سكر، تنجموا تخليوه بلاش، تنجموا تحبوا تحطوا سكر، تنجموا تحطوا العسل، لكم الاختيار. وهذه ديجا سلطه الفريز متاعي حاضره، حويجه سهله وتحضر فيسع فيسع وحويجه بنينه للديسير. هكا هاو كملت اخر حاجه، حضرت الكوفيت متاعي هكاكا يكون كل شيء حاضر. عشيه ديجا حاضر والكل. اخر حاجه ما تبقات لي كان الشربه باش نرمي الحلالم في الاخر، نرميوهم يعني نحاولوا اخر وقت باش يعني ما تيبسناش يعني الشربه والكل. بالنسبه الكل في الكل الكميه هذه كما تراو الشربه متاعي طابت، ما زدتهاش لا ميه لحتى شيء. باش نكمل نحط لها كاس كبير، كاس متاع ميه هذاك بالحلالم، منكثروش باش ما تجيناش يابسه الشربه متاعنا، نخليها تطيب. حكيت هكاكا دريجين من زمان، بالنسبه للحلال ما تقعدش برشا تطيب والكل، ونعمل عليها رشه نتاع كرافس هكا والكل باش تجينا ريحتها فاوحه وبنينه. وهذه الشربه نتاعي ما شاء الله جات فاوحه على الاخر بكلها خضره، ريحتها ياسر ياسر بنينه وحويجه مختلفه على العاده والكل. وكهو هكايا ديجا نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم دبارتي لليوم، وان شاء الله تكونوا هكايا اخذتوا افكار جديده وعجبتكم طريقه التحضير. هوني كملت زينت الطاوله متاعي وحطيت العشيه فوق الطاوله، ما شاء الله طويله متنوعه تعمل 66 كيف احويجات بساط برشا. تو ما بقالي كنقول لكم شهيه طيبه وبسلامه، واستنوني غدوه ان شاء الله في فيديو جديد.